صباح الخير. حافظ على قوم كوكو، حافظ على قوم كوكو. كيفكم؟ كيفكم؟ صباح الله خير اليوم. شو اصبحتوا؟ فقدت ابوي قادم فنان وماشي شرح. ومصبح بخير وسفاله. مشيت ابوي في حل في حوي العرب اللي انا عندهم وعينت من الله خير. في بيتنا ديات لك ما اسمع لهم حس حاطات كاتم ما تعرف لهم سالفتن. اصلا ما تسرت انا الطرف وين حاطين دي مكران هناك متعبل منهم. زين شو اصبحتوا وكيف حالكم؟ انا ابوي اصبحت بخير وسهاله. هذا قسم يلي انا راقد فيها. هالقسم هالي يتم. وكان مساي مسنزين. وابدا باكل ريحة حمالي. ليه لا شوف يوم تبي ترقد صح الخلل ما في الرقاد ولا في المكان. الخلل اي نعم الخلل ابدا مش من المكان ولا من الموقع اللي انت فيه، ولا تقول الفراش متغير ولا انا فيه طبيعي. احد من العرب انا فيه طبيعي متغير علي الفراش ولا المكان. ما يجيني رقاد ليلة سير واخذ وعطي على المكان. لا ابوي هذا انت مقنعنا في هالنمونه. ولا يا الله يحفظكم لادمي جسم الانسان من يحتاج رقاد لازم لا بد ولا عذر من رقاد. انت تصبح وتمشي وانت مستريح، لا رياضه لا جري لا تبذل مجهود لا تشل لا تحط لا تصير كبره لا تصير تاخذ سامان لا تصير تتقضى للبيت لا ما تبذل لا بحر لا بر لا. وين بيك الرقاد؟ جسمك مرتخي مره منطحن يغد ينبك حتى ملمس ينبك غير ادلاغ وخرسان سحه وهامده من قل المجهود. وقد ينبك ترف شمنه شرات ينب البنيه البنات الحريم ما يطيعن يحس عمارهن ما فيهن حيويه يوم ما يبذل المجهود. وينب اللادمي كان ذكر ولا انثى يوم مره قادي تحينها خد البنات اللي ياكلونه الاول لها اسم. هو الحين في لندن يحطون فيه شوكلت ياكلونه لها اسم، لكن هو اسمه الاصلي خد البنات. الحين حد من الريايل هالنمونه قادي ينبه رجال كم طوله وكم عرضه واللحيه والطول وينبه دق جسوفه ولنهن غير خد البنات لها اسم هو اللي هنو يبيعون في الدكيكينات فيها شيء خضر وسماوي واصفر وابيض ما عارف والله شو اسمه له اسم. الحل ضروري انك انت تشوف لك صرفه. ترى اكثر اللي يقنفدون ويقصون تكيت ويتوكلون على الله ابوي هذا الابوي اللي ما يبذلون مجهود. ولا اللي ما يبذلون مجهود و24 ساعه مجلسين في البيوت انت ما تلاحظون عيالك بره واسمنها التيار المليونيرية الدكاترة المهندسين الناس اللي يصبحون يمسون يميسون على عمارهم. عندهم بيزات الدنيا والدين، عندهم مال المؤمنين والمؤمنات. يا غير ابوي ما بهاين عليهم وينوبهم ان تغدي هالنمونه. ونحن رباعتنا من يصبحون يمسون من مكتب لين كوفي لين مول لين مطعم بس، وهاي هي الحياه. ويصبحون ابوي لين يمسون رقاد ريج. هاي ابوي حياتكم حياة كلاب. نعم والله العظيم ان صدق رمسكم. هذه حياة الكلاب، حياة النقيصة. ما اسمعين واقول لك ذيب تعسعس ولا سع النعس. ذيب اللي بيتعسعس وبيتهبش لشرق وغرب اخير من السبع اللي هو سبع السبنبع ونعسان 24 ساعة راقد. هذا يوم اقول لك ذي بنت عسعس ولا سبع النعس. والله العظيم لا بد ابوي الانسان يحترج يوم ما يلقط له مهره لو ان شاء الله يسوي يبذل له جهد. هاي السواقه ترى ما بجهد، الكشت والحواطه في المول هذا ما بجهد، هذه هب رياضه. هذا ابوي يسمونها رياضه الخاملات. لا 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 الرياضه ابوي لازم تشتغل جهد رجال كانت بتعيش بخير وسهال. والله يا ابوك انك لا تموت وانت جالس في مكانك. لا بد من الحركه في مزرعه في شارع.
مسيرين بحليلهم اللي خاري هالجماعة اللي انا عندهم عم قوم الخياط الاول مسيرين الراشدية عقب تحولوا مردف وعقب ابوي ظهرت لهم ارض لانهم يعني اشتروا ارض اظني ظهرت لهم ارض لو انهم شارينها مشترى المهم بنوا وعدلوا بيتهم وسكنوا في المزرحين بي من 4 أو 5 سنين يا ما تدي يتم وديتين العام اظني له عام الاول ومن هاك اليوم ما يتم عاد يوم يتم فرحوا بيتي واستانست عندهم الباحب اليوم يعني متقبضين في بيديهم وريولهم ومبسوط عندهم في الاخطاء اللي كانت مستويه في بيتهم اللي من قبل اللي هو البيت المردف كان اول بيت يبنونه من عقب الراشدية يعني فأكيد لازم يوم بيبني بيت جديد يطيح في أخطاء في البيت الجديد هذا الأخراني الحين اللي في مزهر تلاشى وكل الأخطاء فلازم مثل ما قالوا يتعلم من أخطائه ليش أنا يستحت المكان هذا الطيور بادية تضوي بترقد هذا ها استوي صوت جميل متيام عاتق يذكرني في حدائق المقام اللي قدام القصر وفي الشوارع اللي على خط العين وانت ضاوي من وانت جاي من ابو ظبي من توصل المقام ينك فيك حدائق من توصل العين فيك حدائق المقام فتسمع صوت الطيور ما شاء الله مسويها تطحن عاد الحين وقت مضواها الحين وقت يضوي الطيور طيه الطير الحين يضوي الطير كل يضوي عشه هذا يقول لك نحن نعبو نحن الطيور نرقد من المغرب ها فقار الحين ضاوي اعتقد تم اعتماد خلاص كل فرجان اللي في الدولة ما نظني بوابي لين الفجير كل فرجان دور مدارهن يسوون ممشى اتوقع يعني وين ما يصير اي فريج لازم ابوي مقيط منه ممشى واحد منهن للسياكل اللي هذا علينا عشان سياكل ها على ما تشوفون والثاني عليها عليه صورة ها واحد منهم صورة سياكل سربجي واحد سارياي والثاني أوادم ها هذا وين أمشي عاد هنا زين يعني ما شاء الله يعني شيء فكرة جميلة يعني فالرياضة أتوقع حبل أتوقع هذا أكيد يعني 100% ما بالله أنا كل هالعرب تقول مفتاح الحياة الرياضة مفتاح الحياة مرة ما يبالى رمسه واللي يقول غير غير هالكلام أبوي هذا إنسان هب صاحي اللي يقول إن الرياضة ما بهي مفتاح الحياة السعيدة هذا أبوي مرة هذا يقولوا يعلها ترمس عنه يلا برايكم أنا أرمس أخلاف تعرفني أنا؟ ما أنا منو؟ خالدي والضروس وين؟ جلعتهم هذا منو الريال فنه؟ هذا منو؟ كتفور اسمه؟ هي ابوك اخوك شو هذا؟ ابوي والله والنعم يلا الله يحفظك البار قلت لي؟ محمد والله والنعم محمد بن منو؟ كتفور ايه يلا مرساك الحبيب الله يطول بعماركم مشكورين تحياتي لكم وللاسره الكريمه سلم على الكبار والصغار مره لا تخصون حد الله يحفظكم يا اصورك انا تركي كيف حالك؟ خير سالم هذا ولد الريال اللي انا عنده ولد محمد بن ابراهيم الخيار مرحبا نور تركي كيف حالك؟ خير الله يسلمك كيف انت؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله مرحبا ابوك زيغني قال لي لو تشوف تركي قد كممتنه ابوك يغدر من الضباب يغار من ادري اوكي لا خليك ارد سلام حبيبي اقول لكم وعدت الى قواعدي سالم سالم من قانم الحمد لله وركضت ركضتني اليوم يعني من المكان اللي انا فيه ما يندرى والله كم من كيلو يا غير الحمد لله الامور طيبه
وانبسطت وشفت العرب والعرب شافتني وسلمت على الناس والناس سلمت علي، يعني قضيت شفي. هيا وقضيت شفي ولا لي في الهوارادة، خلاص عاد حينة تلايا ولا يبات إن شاء الله الليلة. وباكر يا إني تغديت هني ولا إني تغديت أبو ظبي، العلم عند الله. كنت فتوقع إني بتغدى 90% إني بتغدى في دبي، أتوقع 90% إني بتغدى في دبي إذا الله جعلنا من الحيين. ومسايبك أبو ظبي وكالعادة نادي وما نادي يعني. يلا برايكم هذا في مال الله نار مسخرة. تعالوا أقول لكم الحين بتسبح بعين الله خير وبتلبس وبسير سيتي ووك. خاطري في سيارة سيتي ووك يقولون وين بعد حر، لكن ما عليه حتى لو حر ما شيء زود حر يعني برد حر حر للي يسوي رياضة ويجري. يا أخي اللي بيتمشى بيشوف العرب والعرب بتشوفه ما ينسه الحر. شوف العرب روحي أبوكم يطول العمر. الحمد لله يا شهاب والله ولك المرة الأخيرة. خالد ريال يسلم عليك. هلا هلا ناقص وجودك يا أبو محمد. الشباب اللي يسلمون عليك كلهم. يا مرحبا. عند محمد غريب. ها؟ أيكم محمد إيش حالك؟ إيش رأيك في خبيصتي ها؟ بالبلاليط والهال والجرفة. رايك ابو محمد قول لي بس رايك انت بس وما اعرف عاد انا امشي على ذوقك لانك انت انسان ذوق صراحه. شيء مفخره واجهه واجهه للدوله وهي مفخره مفخره بكل ما تعني الكلمه. فالشيء هذا انتم منبونكم لهالامارات كل واحد رقبته دله رسلان تبارك الرحمن ذراع غير الحين بتغدي بويك. واحد رقبته رقبة حوار من عقب هالمكان الواجهة الجميلة الغاوية اللي تبهر كل زائر لدولة الإمارات أو كل إنسان بيستقل هذا الشيء. أي أبو رمت هالكذب بتعرفون أنا وين سائر أبويا ما بخبر حين إن شاء الله خلاص وأنا سائر أو من أوصل بصور بربيكم الهست كله. المهم شيء وايد فنان وما حد يروم حتى يسوي شراته بالكون صح صلاح؟ تعال شوف 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 بل بس بخلص بظهر من وقت اليوم لا خلصت ولا ظهرت من وقت على هالمنوال كل يوم حتى أخير كل يوم لكن بعد يحيي 9:30 حين 8:30 البارح واصلين دبي مول متى؟ واصلين دبي مول الساعة 10 كان هم كان 10 أظني 10 واصلين اليوم بعد الساعة قبل الساعة 9 بنوصل نعمة. يلا بنرمس أظني في الطريق بسولف وياك كان يتبسر مسوم ما يتعاد السموحة من جنابكم حل اتجاه الوجهة. يلا الله يحفظكم إلى سيتي ووك. يلا يا الزحمة عاد ما شاء الله يا سيتي ووك تبارك الرحمن زحمة ليه في الدنيا كلها فيه لكان غاوي وفنان وعلى قلبي شرات العسل أبدا بعد مكانه ما في زحمة منو بيشاهد بعد لو ما شي في أوادم أحد يا سيتوك هي عيشوا التحرر أكيد 100% هالكلام هذا ما أخذ خيره اللي يقول لك مكان والله زحمة هنا ما باه بعد يلس روحك في بلاد والله العظيم. زين أقولكم بتمشى أظني للساعة 10:30 الساعة 10:30 إن شاء الله الجدول بيكون معزومين على عشاء في فندق اتش شو المطعم عادة ما أعرفه دعاية أو منذر المزكي وحد بيكون والله ما أدري عادة منو هو بنشوف شو الهست بعطيكم العلوم. توقعت انه ما بنلقى باركن والله يحيينا سيارة هاي الساعة مشتلة وباركنا مكانها قدرة غادر عمليات هالليتات لو تغيرن ظني هن العمليات اللي اختلف شكلها اتوقع اللي هن نفس هن العمليات كما شاء الله ما يضم خلق الله ما خلق عندي
من كل جنسية. هذا أنا أمشي وطرطر ذلية أبدا. اللهجات لحد كويتي من البحرين حد خل عاد باجي العالم من كل حدب وصوت. فما شاء الله الأغلبية هل الكويت وايدين وهل السعودية بعد تبارك الرحمن. ياسر بن خدية موجود في مقهى يسمونه بوبين ما أدري منو شو اسمه زين. قالنا أبوي تعال بتقهون عندنا وحين نحن سارين جدا. اسم المقهى بوبين شنو بوبين. محمد ومانا أصدقائي بيني وبينكم تواصل من مدة طويلة واليوم عاد تعرفك حطيت الفيديو مالك اللي من كم يوم تدري؟ قالوا لي أنت ما شفته؟ لا ليش؟ ما كان عندي ما كنت ضيفه. أيوة استوى سوفت وير. أيوة كيف حالك محمد؟ تمام. كيف أنت؟ مانع إيش حالك؟ تمام. كل شيء زين؟ زين. من متى أنا يا سكري الموعد هذا؟ مدة طويلة. الحمد لله كل يوم تلاقيت وياكم. شو أخباركم حبيبي؟ أمور طيبة؟ زين حبيبي. أنا بشوفك خالد. أنا بعد أكثر. الله يطول عمرك. وعمرك حبيبي وعمرك لا خليتني. من نوع أنت بخير مانع؟ حالك. كشيرين؟ زين. النام ما شاء الله عليك مانع. تسلم. يا الله يحفظك. بارك فيكم إن شاء الله. شو محمد؟ أنا 7:30 تقريبا. أيوة. كل ياسين داخل. أنت ويا مانع؟ من زمان مع بعض انتو؟ من زمان دال بعض ساكنين يران لو بعيد؟ أبو في البلاس أنا في جميرة. بعيد عنكم؟ أنا وين بيتكم جمال؟ إيه بجمال جمال وحسين. إيه بحسين جمال بن جمال وحسين إيه؟ عيال عبد الله عيال عبد الله الشعفار والله والنعم. انتو عدالها ما؟ ما شاء الله الله يترك فيكم البركة. انزين مانا شعلوك؟ تعرفني؟ أنا فرحت إني شفتكم. أتوقع أن متوعد ويا محمد روح لكن ما قال لي مزهب لكم فاجأة أن مانع وياي ما خبرني. فرحت إنك أنت وياه. مشكور مشكور مانع على اللقاء الجميل هذا. وفرحت بشوفكم ويا الله يطرح. فنانين وإيجابيين وطيبين وأنا أحب الناس الزينة. والله يطول. ولو ما بطيبين ما توعدت وياكم. الله يخليك يا سلام وكل شيء. يحافظك حبيبي محمد ويخليك من نوع انت اللي بيسمع ما انا بيتحرك واحد شيبه انت بعكس غيروني شيء تبون؟ براي المرخوص؟ تري الجماعه داخل تصير افكار وياك. اوكي حبيبي ان شاء الله. صلاح موجود في دبي؟ والله؟ اي والله كيف تلاقى وياه؟ هو بيت ولد بيت بنت اخوي وانا ما بدري بنشوف المره الجايه وياك ان شاء الله حبيبي. يلا مع السلامه مانا. شايف الخاطر؟ يلا بحبك يلا مع السلامه. يلا في داخل يلا مع السلامه. المواضيع اللي دارت واحد من الشباب مسوي بدي كير حق فوره ما بنعيد لا اكيد ما بنته وياس يرمس وها يسوي باليد اقول بلا قال اخوي حاب سوينا ابوي مال فوره شوف وينها جيبهم وين يصالقن قلنا وخلاف قال ما قلتوا لي شيء ايه ذكرني عاد بسالفه هاي حرمه لابسه جميع الحيول وهي لزت خرخش وخرخش خرخش ما حد قالها عليك بالعافيه كانت تحسر علي ذرعات تقول يا مهره يا مهره هد العيل على امه هد العيل حشره العرب خرخش خرخش الله العظيم وهذا الحين ذكرني بموضوعك انت زين هالجماعه الحبايب سلام عليكم هذا الرجال شو اسمك انت ابوي؟ احمد علي شيخ انزين وهذا ابوي نهيان نهيان بن سيل عامري والله بالنعم وياسر بن خدية مبروك البركه وهذا عاد اللي مسوي الفوره وياسر بن محمد بن سعيد بن خدية هذا على الله يحفظكم الشاب الفنان الطيب الخير مو عليك زود زين توك جاي من لندن شو اجواء جميله جدا جدا اكثر ما يكون سبحان الله اي والله يعني ما زالت علي زيقون العرب يقولون ون او يرفعون وراك محرم يمرطون تليفونك ويزخون ساعك ويمرطونها من يد انا ما بصير عندي مشاكل بصير ولا وادي بيصيرون اه هاي يمرطون سواء حماي اماكن نصكم نصكم ربعكم بعد يعني هاي الربزه كلها الواحد يجي من دونها
يعني خرطي بخرطي مو بوايد يوجد لكن يوجد شيء خفيف جميلة الجو حلو لكن يعني حلوى يغطي على بلواه زين هي يغطي على المشكلة اللي صايرونه لا تتواجد المكان البطالي وانت والخير أربعة جزاك الله خير يا ابو محمد واجب تسلم يعني انا اموي من اشد المعجبين فيك يعني الله يحفظها ويخليها ان شاء الله جزاك الله خير زين وكل سنافاتك عندي على الخاص قول والله يلا طرش لي زين يلا الله يحفظك يلا سوي الله يحفظك يلا اموي اكل فنان زين تمرين وشيء سلم عليها عادي ان شاء الله سلام عليك امه ان شاء الله يوصل ام منوهي ام مسعود ام مسعود ابوي يلا الله في هالريح يوزيه 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 خلينا رامي يوزيه ان شاء الله جزاك الله خير يحافظك حبيبي ياسر هذا هالريال ترى ولد خالي على الله يحفظه ولد خالي شكرا لك خليتني على حسن الاستضافه نبي ناخذ لنا لفه على الله يحفظه ولا بقصور من الشباب ولا بقصور من الهيان ومن عند من الريال احمد بن علي على الله يحفظكم شكرا على حسن الاستضافه بارك الله فيكم وان شاء الله ان الله يلاقي ما بيننا في باسرع وقت ان شاء الله انا احبك محبه عيني الله سبحانه وتعالى اللي يعلم حبك ربك وحبك الملائكه يعني تسلم يا ياسر يحفظك يخليك ان شاء الله يفرحنا ان شاء الله في ذريه محمد ما في الا في عرسه ذريته بس مين يطمع لا 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 زين زين تتشوبنا عادي تشوبنا ولا انت برايك بتشوب وعدني بعزيمه ان شاء الله متى يومي صراحه وياك لازم اروح ان شاء الله حبيبي حتى بيتك حبيبي عيوني ان شاء الله بيك انا وصلاح خصوصي مخصوص بديك ان شاء الله ضروري تجيب ويانا مانع مانع ضروري انا وانت ومانع ان شاء الله انا وانت ومانع وصلاح ان شاء الله في بيتكم نبى ما نبى في قهوه ان شاء الله زين ان شاء الله نبى نجلس نسولف ونرقص وياك ان شاء الله زين حبيبي الله يطول عمرك عمرك الله يخليك سلم حبيبي السلام شوفوا احتلوا موقعي السلام عليكم تعرفون هالمكان كل حد يعرف هالموقع موقعي هاي شيره شيرتي انا شيره خالد الخالدي لا تقولي ما قلت لك هاي مالتي من جد ما امزح ما تكلمين عربي انت او ذس از ماي تري والله ام نوت جوكينج والله ات واز بيفور ذي بيلد ذس بليس ذس وان ات واز ماين والله ام نوت جوكينج ثانك يو تحيدونها انتوا عاد شيرتي فاحتلت الحرمة هذه وهاي الشيرة اللي عالجوها وسوى مكانها الدكان العود وغدا مكان مبروك مزار عبارة واحد منهم قال ابوي لا صور برايك ابوي الحمد لله الحمد لله انك ما شليت زين ربع زين لهم شالينا على شال ربع زين لهم شالينا ايش بسوي اليوم انت انا ما يضحكني فيه كل يوم الصبح شغال الله يحفظها امين امين يا رب يحفظك يا رب ام سلطان أم سلطان مساك الله بالخير يا أم سلطان ولك ما شاء الله هذا رجال فنان وعليه رضوان من الله لكن ضروري تيوزينه عرس لا لا عرس هم على عزابي بعك عزابي شيفك شيفك عزابي نعم في على الله يحفظك ليش ما تبغى تظهرون يا منكركم انت الملاقة الملاقة اللي في الدنيا هالله بعد كذبكم يا الكذب لا تروعون من حريمكم حد يلوم العرب في أية دبي في حبهم لدبي كل شيء فنان فيها أنيت للعرب فنها من أول ما تشاهد اللادم يبتسم في وجهك أول ما تشاهده ونيت للي يشتغلون الابتسامة ما تفارج ويوهم ونيت للحيوية والنشاط في كل إنسان يمشي تشوفه في سيتي ووك تلقط إيجابية فيه كل حتى الناس اللي يجون البقعة هذه اللي أنا فيها هاي سيتي الأماكن الحين على يمين وعلى يساري كلهن فلين عينهن الأماكن كلهن مزرة ما تلقط كرسي فاضي عكس العام عام الأول يعني الأول يوم تمشي تلقط يعني كل مكان في طاولتين ثلاث خرايا الحين الطاولات كلهن فلين عينهن مرحبا أبويا طيب شو العالم والله عليك عرض كان ما أدري شو عندهم إيه ما تبغى العالم
كيف يعني؟ كيف محبي العالم ابوي كلها بثي اللي يبى واللي ما يبى. عمار يا دار الحي عمار عمار كل شيء فيه تميز، كل شيء فيه تميز. فتلتقون في هالمكان سيتي ووك كل شيء فيه تميز موجود فيه. حبلنا في سيتي ووك دبي بكبرها كل شيء في تميز ما يوجد في أي بلاد في الدنيا العودة بتلقطونه موجود في هالبلاد. في دبي في الإمارات كل شيء فيها موجود يا غير دبي تبارك الرحمن تمتاز بالتميز ورقم واحد لأن حكومة تطالبه. الحكومة الحكومة كلها كل الحكومة طالب أبوي كل شيء في الإمارات يكون رقم واحد. أطيع الله والرسول وأولي الأمر يوم أولي الأمر يقولون نبى كل شيء رقم واحد فلازم يكون كل شيء رقم واحد لأن الشعب عنده إصرار وعنده رغبة وعزيمة وكل شيء متاح لهم وكل السبل مهيئة لهم مهيئة لهم كل السبل الدراسة والثقافة والأمن والأمان فلازم يكون الإنتاج. تصور وياي أنت بتصورني وأنا أصورك شو تبكى؟ ما أسمعك أنت يا صورني؟ والله شو اسمك انت؟ عمر. عمر من وين؟ من العين. من العين. عطى التليفون يصورنا. عليكم السلام مرحبا. الزحمة مش زحمة عادية يسمونها الزحمة اللي مش طبيعية. زين تعال تعال مدامك جيت مرة واحدة. مرحبا الخالدي. مرحبا بك الله يسلمك. كيف؟ يلا غايته ما عليك مني يلا وانت ما عليك ما عليك منك؟ ايه خلص. شو اسمك انت؟ عبد الله الزرعوني. والله ونعم والله مليون مرحبا ولي يسلمك. يلا الله يحفظك الله يسلمك. شفت والله عليك الزحمه؟ شفت الاجواء؟ شفت الحر وشي ما شيء حر بدر عنك ما شيء حر ابدا ما شيء براد حتى الخناخيش مكيفات اعطيك كنديشنات في اللي هو الطل عشتوا انا اكثر عن شيء يسمونها بطره الحمد لله. الله ما لك الحمد. سلم على الشباب. سلموا ابو الشباب السلام عليكم وبعت لي عنده في الجروب حبيب الله يحفظك. سلم اربعك يلا. اقول لكم زحمه غير طبيعيه لكن زحمه على حله ما تلقطه اللي والله هن قوم مني ومنك ما شيء كل ماشي فيه سبحانيته. فالكل منهم والجميع يمشون ويعدون خطاهم الكل منهم تعلموا المذهب. ليش؟ المكان يجبرك تحترم العرب الموجودة في المكان يجبرك انك تحترمها. ليش؟ وهذا اولا. ثانيا اللي ما يكون من الاساس هو محترم الناس ما بتحترمه. محترم في لبسك في هندامك في رمسك في مشيك في طريقة تعاملك مع البشر. الناس مفروض انها تحترم غصب زور ما بعلى هواك. فلذلك كل اللي تشوفونهم الاجنبي والوافد كل يمشي بوي قانون ماسكين دستور 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 الاخلاق الحميده. فلذلك تلقط الناس من حد يشوفك ابتسم تتوقع عنده شرات يعرف بينك وبينه معرفه ولا صداقه وهم ما يتعارفون بعضهم مع بعض ما طريق لكم مال التواصل الاجتماعي. الناس كلها زمان الوغاده وقف زمان الخقه وما ادري شو كل هذا وقف الحين ابوي خوص بخوص رقعه السم خصف. ها ما تبغى تصوير؟ اللي ما يبغى تصوير لا يجي. اي ها كيف حالكم؟ كيف انتم؟ منو اللي ما يبغى التصوير؟ منو منها؟ والله مليون مرحبا. هذا ولد مبارك ولد سعدون ولد منو هذا؟ ولد يمع. ولد يمع تعال يا ها خقة الزنيدات عاد ما بيودرونها. زايد من محمد مسار. مرحبا. سالم مزروعي. مرحبا. مالك؟ كيف الحال؟ كيف انتو؟ كيف حالكم؟ ما تبدو تصوير. لا 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 انت بطيئ؟ والله مليون مرحبا. كيف حالكم؟ كيف انتو؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. الجماعة ثرهم بوي ما بخبرين هاليتهم انهم جايين دبي وقال ابوي نحن عسبتي ما نبي احد يصورنا متروعين ابوي من هاليتنا ما خبرناهم. الحين قالوا لي لا تخبر وتراني ما خبرت ما قلت حق حد تراهم ابوي ما الله يحفظكم. هاي العادة صدقان انا صديق ويا بهاتهم ويدودهم ندير زايد لو الراب ينضربه. هاي الزنيدات من القبيسات لكن هم الزنيدات
وإيران بيننا وبينهم صداقة ودم ولحم وأهلية من يوم مدرسة الكندي. هذا أنا ربيع سعدون ومبارك بن عيد. سعدون ومبارك هاي أنا من سنة سعدون أكبر عني أظني بسنة غير الحين يبين ما شاء الله أكبر يعني الله يحفظه. تحياتي والزنيدات كلها الله يعلمكم بداية. رقم كبير وايد عام مشترك بين اللي تابعوني وتابعون منذر بيتوسطون اللي عندك يا منذر على تأخيري. سامحني حبيبي سامحني سامحني يا أبو هند سامحني على التأخير. باجي ثلاث دقائق وبوصلك إن شاء الله عاد لين الفالي باركينج ولين لين الليفت ما أدري وين بيصنضي عياله في شبد السماء تقولون فين المطعم. لكن تبى تريوني في هذا اللوبي أنا ما أدل المطعم ولا أعرف اسمه لكن الموعد في اللوبي مع الفندق اتش. لكن يقولون مطاعم اثنين فيه هو الزينات أو ثلاثة ما يندراكم وين من هندبة تودوني اللي هو لو بين وراكم ويشف تراب لو تحت سمرة لو تحت عريش كله زين المهم مع بعض يعني الله لا يفرجنا ويحفظك إن شاء الله يا أبو هنود يحفظك يا أبو هند ويخليك يطرح البركة إن شاء الله في والدك وفي إخوانك وفي كل من تحب. أبشر أبو منذر وصل وصل منذر مرحبا 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 يعطيك خير ويكفيك شره. ما شاء الله أطول عين السيارة منذر يعني الله يحفظه. يلا عادة عيزنا يواعى يواعى يا ريال. شو تكاسر وياه يبقى خصم. مرحبا الشيخ مرحبا الأمير هلا 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 حي الله أبو حمود الغالي. مرحبا أبو هند حالك شحك حبيبي طيب إن شاء الله كيف أنت ذاك طيب والله مليون مرحبا أبو هند هلا وغلا والله حياك الله وحيا الله الريال الطيب اللي يمعنا أخير. إبراهيم الشامسي ولد عم منذر المزكي الشامسي أبركب من ساعة أشوفكم. ما زينك يا أبوك بلهي أكشم قميضة يا أبوك العيون بيضامية هاي الأوليين يسمونها الكشمة. أنا شو قلت كشم له نظارات حلوة رمسة الأوليين حلوة. بارح صرت أصور بعد شوابنا يا أبوك محلات البرقع أقول ليش البرقع يرد موضة. هي والله هي والله ترى وايد رغب شيء من شيء من حد من الحريم يعدل هنا البرقع يسوي لها الرزه وماشين الحرمه اللي تكون مبرقعه وتعق البرقع تغادي يا ابوك الويه غادي جبلي الله المستعان. هاي كسرت جبنة اللي تشوفونها قطعة جبن هالمثل ما بلنا كلها عدل حنا لأن شويون هالي في النص يطبخون بلكة الجبن ما بيشوفون يعني ما له اسم معين غير أنا ما أعرفه والله المطعم وايد فنان ما أعرف شو اسمه والأكل في منتهى الروعة هو قمة على قمة وذوق وقمة شيل القصيدة هاي نسيته والله. يعني الله اللي خلينا من هاليمعة ويبارك فيكم إن شاء الله الكل يبارك بالكل منكم والجميع يحفظكم إن شاء الله ولا يفرقنا إن شاء الله. الحمد لله يعطيك العافية يا خالد يعطيك العافية. أنت أبوي أنت لي عازم وأنت لي مدي الحين يشكرون العرب أبوي اللي يدافع البيزات أنا أبوي البيز ما أخذ علي حش علي الحين شوف شو قاعد يسوي حياتنا استوت حياتنا كلها تصوير استوت حياتنا كلها تصوير بني بن بنستقبل نصور بنودع بنصور الدنيا تغيرت سبحان الله لكن هذا شيء صح نشارك ونصح ان شاء الله توثيق توثيق اللي هي احلى اللحظات زين هو الصح اللحظات الجميله ولان هذا هو الصح أكيد. لان وين احنا اللي خطف في السنين اللي خطفتها في حياتنا لو بنرمس ما يقولوا كذب لا صار ولا استوى ونحن بعد نبغى نوجه التحيه لامه صراحه ام اللي تابعنا ويحافظها هذه الحرمه الطيبه وعلى فكره ترى هذا الريال وايد بار جزاه الله خير اي شيء تقول تقول ها الله الله بمنذر والله على طول جزاه الله خير ويقوم الله يحفظك الله يسلمك النت بدال ودي وديتين ثلاث سويت له ريستارت على اساس انه بيشتغل وما طاع يشتغل يعني ماشي انترنت لين الحين وانا رمسكم كلمه نعم
ثم سويت سناب ما طاع يصير يلبق حمر. الله العالم شو بلا تليفوني بنته وشقلته لين الحين مويم لا بطايع يرسل ولا بطايع شياته ما يندرى شو بلا حنت شي كمن سناب واجفات ما طاع يصير بصير باكر الله يحفظكم بعد الضحى العالي المستشفى الامريكي زيارة بزور شخص غالي وعزيز علي وعلى ناس وايدي من هالدبي وان شاء الله ان شاء الله اني في احتمال كبير اني ما اتغدى في دبي احتمال وايد كبير لا المشكله متشرط شارط عليهم ابقي ما ادري شو على الغداء وابقي ما ادري شو لكن ان شاء الله باكر من الصباح الله خير بخبرهم بقولهم بوي ترى لا تسوون الغداء اللي انا طالبنه الغداي باكر بيكون في ابو ظبي اتوقع 90% يعني ان رخصوني لاني كنت قلت وطلبت ابى الغداء الفلاني بعد زين هو بس بخبرك بوري تحيدوني ما يعود عنكم شيء حمالي على سطاح ها اللي يقولك حمالي على سطاح يا الله يحفظكم بالنسبه اللي تخبروني عن اسم المطعم انا ما اعرفه شو اسمه الفندق المطعم اسم الفندق اتش فندق اتش هاي اللي في طرف في اول بنايه في شارع الشيخ زايد يا غير اسم المطعم ما اعرفه وشو نوعه ما اعرفه اكلهم فنان وغاوي هي نعم وزحمه زحمه زحمه لازم بحجز يعني فندق مال برستيج مال اتيكيت مال هاي الناس مال سربجي لا مال ناس فنانين وكل كباريه ما من هاي الناس العاديين مدراء بنوك وسفراء وقناصل وما ادري شو يعني مطعم مال ذو مستوى عالي يا غير اسم الفندق انا ما اعرفه من اللوبي يابوني فوق سيد لفت وسيد ساربنا ما اعرف شو اسم المطعم والله العظيم يعني ما اعرف شو اسمه لكن الفندق اعرفه اتش كذي جايين ودي قبل لكن المطعم مطعم ولايتي واكلهم فنان وما ادري شو يابون اللحم هذا اللي ينطبخ ثلاثة ايام او انه على الضوء ويعني وايد اشياء هم غاوية وترتيبهم زين والفندق ما يشل من العرب لها بالله الفندق المطعم لو بتفر حصاد 3000 سبحانك يا رب كل شيء فنان وغاوي لكن ما اعرف شو اسمه الحين المسجات كلهن شو اسم الفندق المطعم ما اسم المطعم ما عرفه ابدا شي خصني بتخبر الوادم وين وديني شو اسم المطعم زين يوم عرفت اسم الفندق انا بعد لو صعب ما بعرفه اتش بس حرف واحد اتش العظيم يلا وين بليس مضيع عيال في كبد السماء المطعم مرة قرب النيوم يلا تصبحون على خير بس عادة عليكم قلت لكم اني باكر بتغدى ابو ظبي حرع البيت اللي انا عنده ما يدري باني باكر بتغدى ابو ظبي والعالم كلها عرفت واللي انا عنده في البيت ما يدري الله العظيم عين واتك يلا تصبحون على خير خالد خالدي تم بمبي ياول للي ابي بارد بمبي بوض اچھا ابي صاحب تندا ہے ماو للي